السلام عليكم يا جريت سيكس، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم كده يا رب. النهارده هناخد بقى البارت 2 اللي هو الجزء الثاني من الدرس بتاع ثوره 1952، ثوره 23 يوليو 1952. تمام، هناخد بقى الجزئيه الاخيره. هنتكلم عن اثنين عدوان، العدوان الثلاثي على مصر والعدوان الاسرائيلي، والاثنين طبعا على مصر. تمام، اول حاجه خالص هناخدها في العدوان اللي هو العدوان الثلاثي، حتى من اسمه كده جريد 6 عدوان ثلاثي، يعني ثلاثه على مصر. اللي هم مين بقى الثلاثه يا جريد 6؟ اللي هم فرنسا وانجلترا واسرائيل. فرنسا وانجلترا اللي هي بريطانيا واسرائيل. تمام يا ناس. طب لو جيت دلوقتي وقلت لكم يا اولاد، طب انجلترا عارفين ان هي كده كده محتله طبعا مصر وما صدقتش يعني ان هي ناس تخش معاها. و طيب يا مس فرنسا، فرنسا يا ولاد اول ما مصر كانت واقفه، خلي بالكم معايا في الجزئيه اللي فاتت اللي شرحتها لكم، شاطرين اهو، حد فاكر وبيفكرني؟ اما فرنسا حطت مصر في مخها من ساعه ما مصر وقفت مع الجزائر في الثوره الجزائريه، اما سندت وحررت كتير من الوطن العربي واهمها ثوره الجزائر، فقالت بس مش انت عملتي كده يا مصر؟ طب انا هخش عدوان مع انجلترا واسرائيل ضدك. فده كان السبب اللي انا قلت لكم هنرجع له بعد كده، وده سبب مهم جدا، ده اشتراك فرنسا واسرائيل طبعا عشان خاطر عايزه تكسر زعامه مصر، وخاصه يا اولاد اما مصر بدات تساند دول كتير طبعا في اسيا وفي افريقيا، قالت ايه ده؟ هو انت يا مصر هتتفرعني بقى كده وهتشد حيلك بقى كده علينا وهتفردي نفسك؟ لا، انا عايزه اكسر زعامه مصر امام العالم. فده سبب برضو من مشاركه اسرائيل للعدوان الثلاثي. يبقى قامت كل من انجلترا وفرنسا واسرائيل على القيام باعتداء على مصر في اكتوبر عام 1956، وذلك بسبب ايه بقى يا اولاد؟ تاميم قناه السويس. يجي يقول لنا بما تفسر؟ السؤال ده تفكير قوي ومهم جدا. قيام العدوان الثلاثي يا اولاد على مصر عام 1956، وده جريد 6 بسبب تاميم شركه قناه السويس، وقلتها لكم البارت الاولاني في من الدرس. يعني ايه كلمه تاميم؟ يعني اصبحت شركه قناه السويس خالصه مصريه 100% يا اولاد، مصريه 100% بدون اي تدخل عنصر اجنبي. تمام، اصبحت مصريه تبعنا، ما حدش طبعا يخشها، وخصوصا يا ولاد ان طبعا قناه السويس كانت اللي مسيطره عليها طبعا فرنسا، فاحنا عاوزين نلغي الكلام ده كله. فطبعا الحمد لله رب العالمين، الله يكرمه الرئيس جمال عبد الناصر طبعا امم لنا قناه السويس، ودي حاجه مهمه جدا، بس كانت سبب في قيام العدوان الثلاثي علينا لو على مصر. يبقى بما تفسر العدوان الثلاثي على مصر بسبب تاميم شركه قناه السويس، تاني بسبب تاميم شركه قناه السويس. تمام كده جريد 6. طب لو جيت دلوقتي قلت حد يسالني يقول لي يا مس، طب هو العدوان الثلاثي دون هل فشل ولا نجح؟ لا يا اولاد، هو فشل على مصر بسبب ثلاث حاجات ونحفظهم كويس قوي مع بعض، وهو وجود الجيش والشعب ايد واحده، يد واحده ضد وصد العدوان، ده مهمه جدا، وكل الشعوب العربيه بجانب مصر، زي ما احنا كده وقفنا مع الجزائر في ثوره الجزائر ايام ما كانت محتله من فرنسا، اكيد طبعا شعوب عربيه وقفت معانا كتير يا اولاد، وده طبعا سبب من اسباب فشل العدوان. ثالث سبب يا ولاد وهو معارضة الاتحاد السوفيتي وهددتهم بالتدخل العسكري. خلي بالكم في الوقت ده يا ولاد كان الاتحاد السوفيتي اللي هو ايه، يعتبر مين يا مس دلوقتي؟ اللي هم روسيا، كانوا طبعا دولة طبعا قوية جدا بقى يا ولاد، وكانت عندها استعدادات واسلحة وحاجات طبعا قوية قوي. فاول ما حد يسمع سيرة الاتحاد السوفيتي، ايه ده، هي هتتدخل عسكريا وهيحصل طبعا الدنيا هتتقلب؟ لا، فحصلت لهم زي دربكة وزي ذعر وخوف. يبقى اذا معارضة الاتحاد السوفيتي يا ولاد للعدوان وهددتهم لو هم استمروا على كده هتتدخل عسكريا، وده سبب اساسي من اسباب فشل العدوان الثلاثي. يبقى احنا كده جريد 6 عرفنا سبب العدوان الثلاثي هو تاميم شركه قناه السويس، هل نجح ام فشل العدوان؟ فشل العدوان بسبب الثلاث حاجات، وقوف الجيش والشعب ايد واحده ضد او صد العدوان، وقوف الشعوب العربيه بجانب مصر معارضه الاتحاد السوفيتي للعدوان وهددتهم بالتدخل العسكري. جميل قوي يا جريد 6. طب دلوقتي هناخد العدوان الثاني على مصر اللي هو العدوان الاسرائيلي. ايه ده يا مس، انت قلت لنا العدوان الاول هو الثلاثي، وعرفنا ثلاثي عشان ثلاث دول على مصر. تمام، طب العدوان الاسرائيلي من اسمه عدوان واحد بس اللي هو اسرائيل على مصر، كان في يونيو عام 1967، وده يا اولاد السبب الاساسي يا اولاد ان
العدوان ده يجي على مصر واسرائيل تيجي على مصر، ويا اما مصر قلت لكم اسرائيل حست ان مصر بدات تنجح ما بوقوفها مع دول عربيه طبعا كتير، وبدات تظهر طبعا يا اولاد مع دول بره كتير، فعايزه تكسر زعامه مصر دي امام العالم. تمام كده يا اولاد؟ يبقى خلي بالكم بقى من الحته دي كويس قوي، عشان احنا عرفنا العدوان الثلاثي وفهمناه نفهم كويس مع بعض قوي العدوان الاسرائيلي. يبقى اسباب العدوان الاسرائيلي على مصر، كان العدوان الاسرائيلي على مصر بسبب نجاح مصر في مناصره حركه التحرر الوطني في اسيا وافريقيا، اللي هي ايه الحته دي بس ممكن توضحها لي شويه؟ ان هي مصر وقفت مع دول عربيه كتير زي قلت لكم زي الجزائر كده. تمام. طبعا ده كله اثر في التخطيط من اسرائيل ان هي تقضي على زعامه مصر قدام العالم العربي زي ما انا قلت لكم، والتي انتهى بهزيمه مصر يا اولاد امام طبعا العالم، ودي طبعا كانت حازت في نفسيه مصر قوي. بس خلي بالكم الهزيمه ديت ما وقفتش طبعا كده زي نكسه لمصر ووقفوا، لا ده هي ادتهم عزيمه اكتر ان هم ياخدوا يا اولاد بحقهم، ان هم يستعدوا ويدربوا الجيش باحدث الاجهزه والتنظيم والتدريب، ومش عايزه اقول لكم عملوا كميه استعدادات والحمد لله رب العالمين. هناخد بقى طبعا الدرس الجاي اللي هو حرب اكتوبر اللي قدرت طبعا مصر تستعيد طبعا قوتها تاني وتثبت قدام العالم ان ما حدش يكسرنا ابدا. تمام. طب مين بقى اللي شاطر اللي يقول لي اللي كان بيساعد اسرائيل في العدوان الاسرائيلي ده يا اولاد؟ اللي دعمت اسرائيل هي الولايات المتحده الامريكيه. الكلام ده كله قلت لكم في 5 يونيو عام 1967. تمام. طب حد بقى يجي يقول لي يا مس طب نتائج العدوان الاسرائيلي، طب اسرائيل خدت ايه؟ الاسرائيل طبعا يا اولاد خدت من مصر طبعا جزئتين مهمين جدا من اراضينا، وهي طبعا احنا عارفين هزمت مصر امام طبعا العدوان الاسرائيلي، واحتلت اسرائيل شبه جزيره سيناء سينا، واحتلت الضفه الشرقيه لقناه السويس، يعني الجزء الشرقي من قناه السويس. يبقى في مصر الضفه الشرقيه لقناه السويس وسيناء، الضفه الشرقيه لقناه السويس وسيناء. احتلت برضو يا ولاد هضبه اسمها الجولان في سوريا، يبقى مش احتلت مصر بس، لا ده جزء برضو من سوريا حته اسمها هضبه الجولان. احتلت برضو يا ولاد في الاردن الضفه الغربيه للنهر الاردن. تمام. واحتلت طبعا القدس الشرقيه كلنا طبعا عارفين. يبقى احتلت يا ولاد 5 حاجات، يعتبر احتلت شبه جزيره سيناء والضفه الشرقيه لقناه السويس في مصر، هضبه الجولان في سوريا، الضفه الغربيه لنهر الاردن، سامعاكم اهو شاطرين، والقدس طبعا الشرقيه. طبعا طبيعي يا ولاد ان كل طبعا الدول دي سواء مثلا الاردن او سوريا او مصر لازم تقف تستعد بجيشها، تعمل استعداداتها على كافه الاستعدادات عشان نقدر ان احنا نقاوم طبعا العدوان ده وناخد طبعا حقنا، وبالتالي الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا في حرب اكتوبر بان احنا نسترجع كل اراضينا دي كلها يا ولاد. اوكي. تمام كده معايا. بعد كده بقى جريد 6 عايزه اقول لكم حاجه، بعد هزيمه 5 يونيو 67 اللي هو العدوان الاسرائيلي على مصر، لم تستسلم مصر فقامت قلت لكم بايه؟ تنظيم وتسليح وتدريب. القوات المسلحه بدات تدرب طبعا الجيش يا اولاد باحدث طبعا الاسلحه وتدرب وتنظم من اجل استرداد اراضينا اللي احنا طبعا خسرناها في العدوان ده، اللي هي طبعا شبه جزيره سيناء والضفه الشرقيه لقناه السويس، وايضا برضو بدات تستعد سوريا معانا عشان تسترد هضبه الجولان، وبرضو الضفه الغربيه للاردن، الاردن بدات تستعد، والقدس الشرقيه، كل دول يا اولاد بداوا طبعا يستعدوا عشان خاطر نقدر نعيد تاني طبعا اراضينا اللي احنا خسرناها في هذا العدوان. تمام كده جريد 6. اظن كده لقيت العدوان الثلاثي واضح، والعدوان الاسرائيلي 67 واضح، والثلاثي 56. واخر قبل ما انتهي بقى في الجزئيه بتاعتنا والدرس بتاعنا بقى خالص يا ولاد، فاكرين السيشن اللي فات اما قلت لكم يعني ايه عداله اجتماعيه؟ اهو اهم المفاهيم في الدرس، توزيع الثروات اللي هي الثروه فلوس بين المواطنين، توزيع عادل كل واحد ياخد حقه. طب تنظيم الضباط الاحرار اللي كان مين اللي نظمه؟ اهو عندكم الصوره اهي، جمال عبد الناصر. تمام كده جريد 6 اهو اللي نظم الضباط الاحرار، هم مجموعه من الضباط الشرفاء بتجمعهم قلنا اهداف مشتركه، هم يتخلصوا الهدف ده ان هم يتخلصوا من الاحتلال. تمام كده جريد 6. وبالتالي الحمد لله كده ربنا طبعا ايه وفقنا ان احنا طبعا عرضنا عليكم كده، يا رب تكونوا استفدتوا. بس قبل ما اخرج خالص من الدرس اقول بس ايه، اكتبوا بس معايا كده، لو جيت قلت لكم اكمل العبارات الاتاليه، تمثلت المشكلات الاقتصاديه قبل ثوره 52 في، طبعا ده كان الجزء بارت الاول من الدرس اللي هي المشكلات الاقتصاديه من اسباب قيام الثوره. لو حد كتب ارتفاع الاسعار اقول له برافو عليك، قله الدخل اقول له تمام. 2، يعتبر قانون ايه من نتائج الثوره 23 يوليو عام 1952؟ ها حد بيجاوب معايا اهو، قانون الاصلاح الزراعي. برافو. وهو القانون ده اللي حدد لنا
تحديد ملكية الأراضي الزراعية، كل واحد خد حقه من الأرض الزراعية حتى وصلت لخمسين فدان. برافو عليك يا جريد 6. طب تلاتة، بدأ نقط على مصر في عام 1956 اللي هو العدوان إيه؟ العدوان الثلاثي. شاطرين، حد بيجاوب وهو مذاكر. رابع حاجة، من أبرز التحولات في ثورة 23 يوليو 1952 القضاء على النظام إيه؟ وإعلان إيه؟ دي من نتائج الثورة، القضاء على النظام الملكي وإعلان الجمهوري. برافو يا جريد 6. هو بس انا قلت ايه حاجه ابديت كده على اللي احنا قلناه البارت الاول، ده البارت الثاني، ويا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله. ولو في اي حاجه بقى انا مستنياكم تبعتوا لي اي حاجه، انا في انتظاركم ان شاء الله خير يا رب، واشوفكم في درس تاني ان شاء الله يا جريد 6. سلام.